تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدنا أيها الأحباب الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك وحديثنا اللحظة عن ضرورة التعاون بين الجيران. التعاون بين الجيران في زمن الكورونا صار أمرا ضروريا، وصار أمرا حتميا وإجباريا، لأن الله سبحانه وتعالى أكرم الجيران وأعطاهم مقاما رفيعا، وجعل ثوابا وإحسانا لكل من قدم الخدمة للجيران وقدم المعونة للجيران. فقديما قالوا الجار قبل الدار، الجار قبل الدار، هذه مقولة شائعة بين الناس، وعلى قدر الجار يكون ثمن الدار. والجار الصالح هو من سعادة الإنسان، اللي أعطاه الله تعالى جار صالح فهو محظوظ، لأنه لا يجد فيه إلا الخير. والجورة راه قديمة، لا يظن ظن بأنها يلا عرفناها في التاريخ القديم منذ أن كان الإنسان إلا وكان عنده موقع في الفكر وفي السلوك مع الجار. نذكر مثلا العرب في الجاهلية كانوا يحمون الدار وكانوا يتفاخرون بحسن الجوار، رغم أن العرب كانوا أهل جاهلية ويعبدون الأصنام، ولكن كان فيهم بقية خير من دين إبراهيم الخليل عليه السلام، فكانوا يتفخرون بحسن الجوار ويكون يحمون الدار إذا غاب صاحب الدار. وأحيانا قد يطلع الجار على بعض أموره، أمور جاره أو أمور نسائه وبناته، فماذا كان يفعل؟ لابد الإنسان أنه يوطن نفسه على ستر جاره. العرب في الجاهلية كانوا يفتخرون بصيانتهم أعراض الجيران، كيقول عنتر بن شداد: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هذا عنتر بن شداد في الجاهلية، وكيلقى الجارة ديالو خارجة من الباب وربما في زينتها أو ربما تلبس لباسا يظهر بعض محاسنها، فكان يغض طرفه كيغض البصار دياله: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. أما في الإسلام فكان الخلق كريم، والناس صاروا يحترمون الجار ويوقرون الأعراض ديال الجيران. يقول أحد الشعراء: ما ضري أو ما ضر جاري إذا أجاوره أن لا يكون لبيته ستر، أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر. ما ضر جاري إذا جاوره أن لا يكون لبيته ستر، أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر. فكان الإنسان يغض بصره وكيعد هو أعمى حتى لا يرى فيها هاد السلوك. من أين اكتسب المسلمون هذا الخلق الكريم؟ اكتسبوه من تلاوتهم للقرآن العظيم، فربنا عز وجل أنزل وحيا من السماء في حق الجيران، وقال جل علاه: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وصى الله تعالى على كل هؤلاء الجيران: الجار ذي القربى اللي هو جارك، وأيضا دمك ولحمك من العائلة أو صهرك أو نسبك، والجار ذي القربى والجار
الجنوبي الجار اللي ماشي من العائله من دمك ولكن الدار ملاصقه على الدار، والجار الجنوب والصاحب بالجنب يعني بعد عليك شويه اللي هو في الزنقه الاخرى اللي من له، وابن السبيل، هذو كلهم ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالاحسان اليهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي صحابته بالاحسان الى الجيران، لان جبريل عليه السلام كان يوصي بالجار. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. كيبقى كيوصيك يقول تهلا في الجار ديالك، عندك تنسى الجار ديالك في الظروف الصعبه وفي الحزه كن واقف معاه، الى احتاج المال اعطيه، احتاج المعونه قدمها ليه، احتاج الوصيه اعطيها ليه، الى غاب احضي ليه السر ديالو، ودائما ولو تورط في حاجه استر عليه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سورته. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم اكد ان الاحسان الى الجار واكرامه هو من الايمان، يعني علامه الايمان ان العبد المؤمن يحسن الى جاره ويكرمه. ففي الحديث الذي اخرجه الامام البخاري عن ابي شريح العدوي رضي الله عنه قال: سمعت اذناي وابصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. وكان الصحابه كيقولوا ما معنى اكرام الجار؟ يعني احرص على انك تعطيه وتوسع عليه، على الاقل قل له كلمه طيبه، على الاقل لا يراك الا مبتسمه، ولا تطلب شي خدمه اعطيها ليه، طلب معانا كن معه. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. اما الذي يؤذي جاره والذي يزعجه والذي يتسبب له في مشاكل مع الاولاد والبنات، خصوصا في الظرف احنا اصبحنا كلنا في بيوتنا، هذا الحظر الصحي الذي فرضته علينا فيروس كورونا، صرنا جميعا في بيوتنا، جميع الأسر المغربية في بيوتها، بل العالم بأسره، العالم كله فرض عليه قانون الحجر الصحي، الكل يلزم بيته ولا يخرج. درنا كلنا بحال النمل اللي كان مع سيدنا سليمان: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. كل دخلنا المساكن، وهنا تلقوا بأن في بعض الأماكن السكنية الناس الحمد لله بعضياتهم فيهم الخير، ولكن ربما قد يقع ضجيج ديال الأطفال، قد يقع اضطراب، قد يقع رفع الأصوات، قد يقع ربما الغسيل، مجموعة ديال الأشياء اللي ممكن توقع فيقع الأذى. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أن المؤذي جاره ناقص للإيمان. اللي اشتكي أذي الجار ديالو علامة على نقصان إيمانه. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره بوائقه. الجار معاكو مخلوع خايف حاطط على قلبه، وقيل جاري غيدير شي فضيحه، وقيل غيدير شي مشكله، وقيل غنقول كلمه جوج كلمات غيدق عليا الباب ويرفع صوته ويقع الضجيج، ديما خايف منه. الذي لا يأمن جاره بوائقه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. وفي رواية: فليكرم جاره، فليكرم جاره. فعلينا جميعا أيها الأحباب الكرام أن نصبر على جيراننا في هذا الحظر الصحي. غنكونوا مجموعين بعضياتنا، ربما البعض تصدر منه تصرفات غير لائقة، ماذا نفعل؟ هل ندخل في الاشتباك بالأصوات والأيادي؟ هل نبدأ في الخصام؟ هل نقدم شكاية إلى المسؤولين؟ لا، المسؤولين ممساليينش الآن، المسؤولين عندهم مهام أخرى جسيمة واضطرارية وإجبارية. فعلينا أن نفعل أن يحسن بعضنا إلى بعض، ولا قدر الله تعالى وقعت شي حاجة فلنصبر، نصبر. وليكن قدوتنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار وكان يؤذيه كثيرا وصبر عليه. هذا الجار كان يهودي،
وكان متشبث بيهوديته، ولما سمع بأن سيدنا محمد صار نبي والقاب دار ديالو قريب على الدار ديالو، فأراد أن يؤذيه بأي طريقة من الطرق، لكن لا يستطيع خوفا من بطش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي كان خلوق وكان فيه الحياء، وياما كل واحد يهجم عليه كيشدو من تياب ديالو، وكان كيرفع لي صوته كيقول لي كلام سيء. ولكن قام لهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لهم والله اللي شفته مرة تانية يزعم على النبي الكريم او يحقر عليه او يمدده او يخسر مع هذا الكلام لأضربن عنقه بالسيف. كان سيدنا عمر قوي. هذا اليهودي قال دابا انا بغيت نأذي النبي، ولكن كي غندير ليه محمد لابد ان اوديه. كان في الليل والناس نيام، كيخرج اليهودي وكيجمع الشوك وكيجيب القادورات ويرمي بها عند عتبة بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حينما يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفتح الباب كيوجد القادورات والشوك أمام بيته. يتساءل في الأول شكون الفاعل، كان الصحابة كلهم عارفهم، الصحابة حوله طيبين وكلهم كيقولوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك يا رسول الله، واللي تكلم عنك يقول لبيك وسعديك يا رسول الله، حتى واحد ما يقدر شكون. طبعا عرف شكون الفاعل، الفاعل هو جاره اليهودي. فماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بإمكاني أنه يدق بابه وينتقم منه ويجمع الصحابة ويفضحوا أمامه، ولكن النبي الكريم عنده خلق الستر، تعلمه من الستار سبحانه وتعالى، الله تعالى اسمه الستار، فكان يزيح القادرات والشوك عن منزله وينظف العتبة، وكأن شيئا لم يقع. وبقت هكذا كل الليلة، كيغيب اليهودي يومي ثلاث أيام كيرميها دائما. لم يمل هذا الرجل يعود عن عادته، إلا أنه يوما ما أصابه مرض، جاءت حمى خبيثة فظل ملازما للفراش، وبقى يومي ثلاث أيام أسبوع هو مريض. فالنبي الكريم تفاجأ، لقى بأن الدار ديالو ما فيها لا قادرات ولا شوك. ماذا فعل النبي الكريم؟ هل شمت وقال ربي خلص على نيته؟ هل قال ربي انتقم منه؟ أبدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى دار اليهودي يطرق بابه ويقول يا فلان يا فلان، حتى المحدثين جزاهم الله خيرا لم يذكروا اسم هذا اليهودي في السنة النبوية وفي السيرة النبوية، لم يذكروا اسمه. علاش؟ من باب الستر، خلوه مستور، خلوه محفوظ. دق عليه الباب، قال لي يا فلان. فاستعدد النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول، فآذن له اليهودي. فلما دخل النبي الكريم سلم على جاره اليهودي واطمأن على أحواله وتمنى له الشفاء وجمله بكلمات. فتعجب الرجل اليهودي، قال يا محمد ما أدرك أنني مريض؟ شكون اللي خبرك بأنني عندي حمى شديدة وأن ملازم للفراش؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الذي أنبأني بأنك مريض هو عادتك التي انقطعت. عادتك التي انقطعت، يعني يقصد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القاذورات والأشواك التي كان يرميها اليهودي أمام بابه. فبكى اليهودي بكاء حارا وتعجب من طيب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا محمد أشهد أن هذه أخلاق النبوة، إني أعرف الناس بأخلاق موسى عليه السلام وأخلاق هارون عليه السلام وأخلاق بني أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام، وإن أخلاقك لتعلو عن أخلاق باقي الأنبياء، فهذه أخلاق النبوة. فآمن به ونطق بالشهادتين ودخل الإسلام. طبعا النبي الكريم قبل ما يدخل اليهودي الإسلام كان قد وسع عليه، لشف جاره المريض رغم أنه يهودي، جاءه بالطعام وجاءه بالمؤونة ووسع عليه رزقه، وبقى كل مرة كيدق عليه الباب وكيجيب له القفة. كان سيدنا النبي كيجيب القفة عمرة بالطعام، فيها تمر وزبيب وأقط وعسل وسمن وفيها لحم، كل مرة كيدق الباب كيحط عليه في العتبة دياله. المرة الأولى الثانية الثالثة
فتعجب اليهودي قال أنا كنت كنوضع ليه قفة عمرة بالقاذورات والأشواك، هو كيحط لي قفة عمرة بالطعام والشرب. والله ما هذه أخلاق كذاب. هذا الرجل محمد ليس بكذاب ولا دجال ولا مدعي، إنها أخلاق النبوة. فآمن ونطق بالشهادتين ودخل في الإسلام وحسن إسلامه. هذه الأخلاق التي أراد النبي الكريم أن يرسيها في المجتمع المسلم. نحن ما أحوجنا إلى هذا الترابط الذي نتناسى فيه كل الصراعات وكل الخصومات التي بيننا. فالترابط بعض الناس غفلوا على أنه سنة مؤكدة. الترابط مش غير إتيكات، مش غير مجرد آداب وتربية، راه سنة مؤكدة. علينا أن لا يبيت أحد شبعان وجاره جائع وهو يعلم، هذه من السنة. لا ينبغي لأحدنا أن يبيت هو شبعان وجاره جائع وهو يعلم، لأن الإسلام الدين الحنيف أمرنا بإكرام الجار والاهتمام به والتوسع عليه إذا كان فقير. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. وإحنا في الظرفية في زمن الكورونا بسبب الظروف الاستثنائية، كثير من جيراننا ربما فيهم العفة وفيهم الحياء وسدنا عليهم بابهم وربي اللي يعلم بهم. لابد أن نبحث عنهم، نطرق بابهم ونقدم لهم ما في إمكاننا، ولو غير نسول فيهم ولو غير كلمة طيبة كما فعل النبي الكريم. ولا نستثني أحدا، ماشي فقط نسول على الحاج فلان والحاجة فلانة اللي معروفين بالاستقامة وبالصلاح. نقلب حتى ذاك الإنسان اللي كان سكير، أو ذاك الإنسان اللي كان تارك للصلاة، أو إذا كان جاري يهوديا، أو إذا كان جاري مسيحيا، أو حتى إذا كان جاري ملحدا. قد يكون ملحد، ربما يكون هدايته على يديك. شحال ديال الأصدقاء تعرفهم أنهم عندهم فلسفة، قرأوا شوية الفلسفة وصاروا ملحدين، وكانوا أصدقاؤنا يقول لنا إياك أن تقرب إليه، ما تسلمش عليه، هذاك ملحد. بالعكس كتقول غندق عليه الباب ونحاول ما أمكن نقدم لي خدمة ونعطيه كتاب ونجيب لي هدية وأتحبب إليه. والحمد لله شحال منهم دابا الآن صاروا من الصالحين، صاروا من الأتقياء المكرمين. لأن الإنسان من يدري، ما كاينش واحد ملحد ولا واحد يهودي ولا مسيحي، الكل على الفطرة. وما يدريك لعل الله تعالى يختم له بالشهادتين، لعل الله في أي لحظة يختم له بالشهادتين. اللهم يا رب اختمنا جميعا بالشهادة يا كريم. فكل مسلم منا عليه أن يحرص بأن يتفقد أحوال جيرانه ويتعرف على وضعهم، إذا كان فقير، إذا كان محتاج، إذا كان مريض يزوره. كان مريض نسي نسول عليه نجيب له الدواء، إذا كان فقير أو محتاج نقدم له الدعم، وإذا كان عنده اكتئاب وعنده حزن عميق نمشي نخفف عليه ونبشره بالخير. لأن هذا كينشر المحبة بين الناس وكيخلق لنا مجتمع مترابط محب لبعضه البعض. حنا بغينا إن شاء الله تعالى حينما يمر زمن الكورونا شعبنا المغربي كله يتغير. هو الحمد لله صالح، لكن نريد أن يزيد في الصلاح، يكون أكثر محبة وأكثر ترابط. وبغينا هذا الشيء يكون عبر العالم العربي كله، العالم العربي اللي بيناتنا محبة عظيمة، وبغينا العالم الإسلامي كله، وبغينا الإنسانية جمعاء، الإنسانية جمعاء. نساو جميع الفلسفات والمرجعيات والأعراق اللي كتفرق بين الناس، ونتفكروا دائما كلكم من آدم وآدم من تراب، كلكم من آدم، احنا كلنا خوت من آدم وأمنا حواء. وحنا كنشوفوا هذا الدعم وهذا الترابط بين الناس، كنلقاو بأن الحقوق ديال الجيران في هذا الظرفية ربما تبدو أكثر وضوحا في القرى وفي البوادي وفي المداشر أكثر منها في المدن، وخصوصا المدن الكبرى والعملاقة. لماذا؟ كتوصلنا أنباء الحمد لله في المدن وفي القرى، كنلقاو بأن العمل ديال التضامن والتكافل في هذا الظرفية ديال جائحة كورونا في البوادي، وسير سبت كزولة وجماعة صحين وثلاث سيدي بوكدرة وسير التارودانت وسير سبت القردان وسير الشمال وسير شحال ديال الأماكن، البوادي فيها تضامن، فيها تكافل، فيها عطاء. حتى أن بعض الناس تغناو فقراء
كان فقير في الايام العاديه تاعو كيسول فيه، هذه الايام كيسول فيه فلان وفلان وفلان، فتكاثر عنده الخير. كيقول لك والله العظيم لقينا الخير اللي عم علينا في هذا الظرف ديال الكورونا لم نكن ننعم به في الايام العاديه، فهذا رحمه عظيمه ورحمه كبيره في القرى ولكن كنلقاو هذا التضامن. إذا درنا واحد المقارنه كنلقاو بان القرى هما اللي عندهم التضامن والتكافل اكثر بكثير من المدن. لماذا؟ لان السكان ديال القريه وديال الباديه مازال متمسكين بالقيم والمبادئ الدينيه، وعندهم احترام كبير للاعراف والتقاليد الاجتماعيه، في حين ان السكان ديال المدينه كنلقاهم ربما متباعدين، كل واحد يقول نفسي نفسي، وكيغلق عليه الباب ديالو. هاد اللحظه شحال واحد بالان في المدينه سد عليه لابارتمون ديالو ولا الفيلا ديالو، ودير اعزكم الله واحد الكلب كينبح حتى واحد ما يقرب ليه، ودير حراسه مشدده ودير كاميرات مراقبه وبغي التقار. لكن في البوادي كنلقاو الحمد لله الناس متضامنين اكثر، وكنلقاهم من غير الجائحه ديال الكورونا في المناسبات العاديه كيتجمعوا فيما بينهم، مناسبه عائليه اما زواج واما وفاه، وفي المناسبات الدينيه ديما كيجتمعوا. المدن بالعكس كنلقاو الاسر متفرقه، وهذا البناء اللي هو حديث البناء العمودي كتلقى العماره فيها 7 طوابق وفيها المصعد فيها الاسانسور، والناس كيدخلوا وحتى واحد يلا كيخسر الاخر بونجور بونسوار وما كيتلاقوش بعضياتهم. ولكن في المدن حيث الاحياء الشعبيه مازال ترابط، وحنا بغينا هذه الخاصيه نعالجوها. بغينا الناس اللي في العمارات في البنايات الحديثه ان حتى هم فيما بينهم نتجاوزوا ديك الكلمه ديال الابتسامه وبونجور بونسوار في الاسانسور، تكون عندنا اكثر واحد النوع من الالفه، واحد النوع من الترابط، واحد النوع من التعاون فيما بيننا، وغادي يكون خير عظيم غادي يعم على الجميع. على الاقل نطبقوا السنه النبويه الشريفه اللي قال فيها النبي الكريم بان من حق الجار على الجار ان تسلم عليه اذا لقيته، وان تعوده اذا مرض، وان تشيعه اذا مات، وان تكون لاولاده بعد وفاته كما كان لهم في حياته. شحال من واحد ماتوا ليه الوالدين وكيتكفلوا بغير الجيران. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الاصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. وكيل المثل السائر من فاته نفع اخوانه فلا يفوتنه نفع جيرانه. شحال من واحد دابا الان خوتو ما بقاش يتلاقى معهم، لان الخوت بعاد علينا. كاين خوك في مدينه وانت في مدينه، هو في بلد وانت في بلد، الخوت تبعدوا بعضياتهم. لكن الجار ديالك القدر الالهي جعله جنبا الى جنب، جعل الله تعالى قريبا منك، فمن فاته نفع اخوانه فلا يفوتنه نفع جيرانه. واللي بغى يعيش في بيته ومع اهله بصوره افضل ومزيد من الراحة ديال البال عليه ان يعزز العلاقة مع الجيران اكثر فاكثر. حنا كنسمعوك يقول لك ما دير خير ما يترابس، هذا كلام خاطئ جدا. ما دير خير ما يترابس، وكيقول لك اتقي شر من احسنت اليه، هذا خطأ كذا فادح، لان الصواب معنى اتقي شر من احسنت اليه بالمزيد من الاحسان اليه، بالمزيد من الاحسان اليه. قد يبتلى احدنا بجار اللي ربما فيه بعض تصرفات سيئه، كيف اتقيه؟ واش بقى ندخل معه في عراك وكل مره نقدم به شكايه للمخزن؟ لا، اتقي شر من احسنت اليه بالمزيد من الاحسان اليه، لان كل واحد فينا عنده واحد الحرق، العرق ديال الحياء، فيه الحياء، اكيد انه سوف يستحيي ولن ينسى خيرك وفضلك واياديك البيضاء. هنا غنتعلموا ان شاء الله طريقه واسلوب التعامل مع الجيران والمدارات ديالهم والمسيرات ديالهم، ونجنبوا الاداء والمضايقه. فعلينا ايها الاحباب الكرام ان نستلهم التعليمات النبويه الشريفه في هذا الظرف ديال الكورونا، لكي نرتفع باخلاقنا ونرتفع بسلوكنا. خصوصا التعاون بين الجيران ومع الاهل هو اولى خطوات الاصلاح في المجتمع، فالامن والاطمئنان يسود كل ما كان التعاون بين الجيران.
وعلينا أن نمد يد العون والمساعدة بعضنا لبعض، ولا نبخل، لا نبخل. واللي درتيها ربي كيشوفك من فوق 7 سماوات، وغادي يجازيك خير الجزاء، وغادي يفتح لك فتح العارفين بالله، وغادي يطرح لك الله البركة في الوليدات وفي العائلة والأحباب. لأن لا أحد منا إلا وقد يحتاج إلى جاره في أي لحظة. الناس ربما يشعرون بأنهم في غربة، بعيدين عن أهلهم وذويهم. شحال من واحد دابا الآن عائلته بعيدة، كتلقى لك عائلة هما أصلهم من طنجة وساكنين في العيون، والعائلة بعيدة، اللي بغي يزور العائلة خصو مسافة. وكيل اللي هو يا أصله من وجدة وساكن في الدار البيضاء، وكيل اللي هو يا أصله من مراكش وساكن في تطوان، كتلقى العائلة بعيدة بعدين بعضياتهم. فبعض الناس كيشعروا بالغربة وكيشعروا بأنهم محتاجين العائلة والأحباب. هنا كيجيو الجيران كيعوضونا، كنعوضوا بعضياتنا هذا الخصاص العاطفي، وكننوه بالكثير من النساء، من الجارات الطيبات، السيدات الفاضلات، المرأة المغربية الحرة الأبية صاحبة القلب من جوهر. كاين النساء الحمد لله فيهم الإيمان وفيهم اليقين، وكتلقاهم دائما مقدمين يديهم إلى الأخريات. شحال الوحدة عائلتها بعاد عليها، أحبابها كلهم في وطن آخر أو في مدينة أخرى، وجاها المرض الشديد وما قدراش كيفاش تصرف، وجات جارتها ودقت عليها الباب وقدمت لها يد المساعدة. شحال من الوحدة اللي كانت تتوحم وجاتها جاها المخاض وجا وقت الولادة، وشكون غيوقف معها؟ أمها بعيدة وأخواتها كلهم مغربين، كتجي الجارة الطيبة وتدق الباب وتساعدها وتوقف معها حتى كتولد. شحال من الوحدة عندها مشكل مع وليداتها، ربما كيتخاصموا وربما كيوقعوا في اشتباك فيما بينهم، كتدخل الجارة وكتهدئ الروع وكتحاول تصلح بيناتهم. وشحال من الوحدة ولدها نجح وبغات تفرح به وما لقاتش مع من تفرح مع العائلة، كتجي الجارة وكيتجمعوا وكيجيبوا ديك الهدية ويدقوا عليها الباب ويرفعوا الزغاريد ويصلوا على النبي ويطلقوا الغناء ويفرحوا معها ويشاركوها السعادة. فالحمد لله الناس كيقدموا الطعام ويجيبوا الفواكه ويجيبوا الحلويات ويخلقوا السعادة فيما بينهم. كاين جات الحمد لله هما الدور ديالهم. وحتى الرجال، شحال من رجل دابا الحمد لله كنلقاو مثلا كيملك سيارة، فكيقول للناس اللي معاه، الناس على قد الحال، كيقول لهم شوفوا هذه السيارة أنا أضعها في خدمة جيراني ما تحتاج إليها. لا قدر الله إلا وقع أي طارئ ومرض لي يمشي واحد في الليل وخصو يمشي للمستشفى المستعجلات، او عنده سفر طارئ غادي يمشي للمطار او شي حاجه اللي هي يا طارئه، كيقول شوف هاي السياره راه ديالي، ولكن اعتبرها ديالك في اذا احتجتيها في اي وقت وحين انا موجود، ولو كان الوقت متاخر في الليل فانا في خدمتكم. شحال الحمد لله ديال ولاد الناس فيهم هذا السلوك العظيم والمبارك. فعلى المسلم أنه يزيد في مثل هذه الأخلاق النبوية الشريفة، وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال لي يا أبا ذر، قال لي إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. كانوا ديك الساعة المجتمع العربي والمجتمع المسلم كانوا ديورهم قاربين بعضياتهم، ما كانش البني هكذا عمودي، كان البني أفقي. فكانوا الناس كيشموا الطعام ديال الاخر، الكوزينه مقاربه، كيشموا بعضياتهم اش طيب هذا، هذا طيب كسكسو، هذا طيب المرقه، هذا طيب السمك، هذا طيب الغنمي، وهذا طيب غير العدس، وهذا مسكين ما طيب والو. فقال لي اذا طبخت مرقه يا ابا ذر فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك، ذوقهم وسع عليهم. فالمسلم عار عليه ان يبيت شبعان وجاره طاوي من الجوع، على المسلم انه يكرم جاره ويسعده، وربنا سبحانه وتعالى يجازيه خير الجزاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من مات من مسلم يموت فيشهد له 4 من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون عنه إلا خيرا، إلا قال الله له قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. إلى أي واحد فينا مات من الجيران، لا قدر الله تعالى، وشهدوا لي 4 ديال الجيران المقربين إليه، قالوا نحن لا نعلم عنه إلا خير، ربي عز وجل يقول قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون، داكشي السري أنا غفرته.
فنسأل الله تعالى أن يجمع الشمل ذي الجيران وأن يؤلف بين القلوب وأن يصلح ذات البين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.